صباح الخير، أنا صوتكم دكتور نصر الحريري. أرجوك إنك تسمع. أول شغلة، ما رح يمشي النظام. جنيف عملية ضحك وتسليط للوقت. في إشياء كتير بدها تصير قبل ما نوصل لتسوية بدول الهلال القصيب. في إشياء كتير بدها تمر. هالحرب ما ممكن إنها توقف هلا، بدها وقت كتير. في كتير إشياء لازم تحصل حتى نوصل إلى ما يسمى التسوية السياسية بدول الهلال الخصيب، مش بس بسوريا. ما منعرف إذا كانت بدها تبقى سوريا موحدة ولا دول الهلال الخصيب بدها تتقسم إلى دويلات. بعد نحن منا عارفين. ولكن دكتور نصر، النظام ما بيعتبر كن المعارضة وبده ينغم على هاللعبة بيمشي عليها. يمكن انتو معارضة الأوتيلات موجودين بتركيا بالأوتيل بيتصلوا فيكم أو بالرياض، ما بدن يحكوا معكم، بدن يشتغلوا على المقاتلين اللي على الأرض. اشتغلوها بلبنان ونشحوا فيه، جابوا زعران الأحياء وعملوهن أسياد على الأحياء بلبنان. ما بيقدروا يغيروا هالسيستام. إذن جنيف ما إلى قيمة. بس نحن مثل ما بيقول الرئيس كامل الأسعد، أنت بتحترم حالك الناس بتحترمك. نحن كيف بدنا نحترم حالنا؟ معقولة منروح على وفد بخمسين شخص إلى جنيف تركب بالراس؟ مش بهدلي هيدي وحدة بحد ذاته؟ 50 عما هال50 يقعدوا بالأوتيل بالرياض ويخططوا للهالأربعة اللي رايحين على المفاوضات، يتصلوا فيهم. الاتصال اليوم هين بالدقيقة، بيعمل لك تكس أو بيعمل لك إيميل بتوصل لك. 50 مش عيب؟ هيدي إهانة. مش عيب بعد كله هيدا كله سوا؟ إسا مالينا ثقة ببعضنا إنه يكون عنا وزير إعلام أو الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للشعب السوري الموحد. ما بنقدر نجيب شخص، امبارح طلعوا اثنين بس، ما قدميني ومسيو فراس الخالدي. وهذا منصة القاهرة، اشي هي كلمة منصات؟ مين بيحكي فيها؟ منصة سوريا واحدة والموعجبه الله معاه. تمثل بفيتنام وقت البلشت المفاوضات الفيتنامية بواسطة مدير البنك بباريس أو صاحب البنك. شو أوفدت؟ إجا وزير الخارجية البروفيسور هنري كيسنجر معه شخص سكرتيرة وشي واحد حد منه لازم يكون، ما كانوا أكتر. ولوك دوكتو ممثل الثورة الفيتنامية كان معه اثنين، كلنا شفنا الصور محطوطه بيجي من الأوتيل وبيقطع وبيضل فيت على قصر المؤتمرات اللي موجود بباريس، جار لمقابيل أوتيل رافائيل. شو عم نحكي؟ 50 مش عيب؟ هيدي إهانة لقلنا. هلا بتقولي شو الحال دكتور نصر؟ أرجوك إنك تسمع الحريري. الأسد هلا منو رويح، ما راح يخليك انت كفو. هاي هول المقاتلين وبشكل حكومي هو وياهم. في آلاف، في ملايين بسوريا مثل نهاد المشنوق، بس ما في ملايين مثل كمال جنبلاط، ما في ملايين مثل ريمون قدي. هذا شيء بكن تفهموه. ما في ملايين مثل فارس الخوري ومثل رشدي الكيخي ومثل ناظم القدسي. ما في هالملايين اللي عم تحكوا عنه، بس في ملايين مثل نهاد المشنوق وأمثاله ووئام وهيب وعاصم أنصو ومحسن دلول. في ملايين منهم بشويل الميل أحمر بجبل كنير، بعبيلكن ياهم بشويلات الميل أحمر وبعطيكن ياهم. إيسا بتريد بدها فهم كتير. شو هو الحال؟ إيه عرب النفط كانوا كرام لمن جاهن الخير تجاه عرب الماي، واستقبلوهم ببيوتهم واستقبلوهم ببلادهم وعطيوهم شغل. وكل دول عرب الماي يلي اسمها دول الهلال الخصيب إذا بنيت وتعمرت كلها بفضل المال تبع دول النفط. إذا ما بدنا ننفصل عنه، بس ما عنا حال.
بدنا نحكي بمنطق، هيدي هالكلمة إسرائيل عدوتنا ما بقنا موجودة، هيدي صورت ورب كتير ما بقى إلى معنى. ليكن بيرح لما كتبت أنا قبل بوقت إنه إجوا من غزة، إيران وراها لكي يضربوا عملية سيناء الجامع. طيب اليوم تأكيد لكلامي أعلنت مصر إغلاق كل المعابر مع غزة. يعني كنت على حال. بدنا نشوف لبعيد، بدنا نطرح مبادرة للإسرائيليين، نعمل مثل حلف الناتو، حلف شمالي الأطلسي، نعمل حلف لدول الهلال الخصيب، دول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية بقيادة دولة إسرائيل، وإن تكون المركز الرئيسي الهيد كوارتر يكون موجود بدولة إسرائيل. ما منقدر نبني هالفكرة، ما منقدر نناقشها ونوصل لاتفاق كيف بدنا نعرضها، معناتها نحن متخلفين كتير. الأسد ما رح يفوتكم، بده يضحك عليكم. جنيف عملية تسلية للدول الكبيرة، ونحن بدورنا كثورة كمؤيدين للثورة ما عم نسهل شيء للدول الكبيرة تساعدنا، كل منا عم نحرطق أكثر. الحل في دولة إسرائيل، القوة بدها قوة، ما حدا بيرد إيران، ما حدا بيرد إيران فشخة عن المشروع اللي ماشي فيه، فشخة فشخة ما بترجع على الورا، إلا إذا شغلنا عقلنا. خلق الله الإنسان على صورته ومثاله تفكر مثل ربه. الرسل اجت بكسم إنسان على الأرض. الإنسان هو عظمي بتفكيره، كيف بيفكر. هولو المقاتلين على الأرض بدهم يفيدوهم، إنه ما في اتصال من اللي معهم مصريات، عم بحكي مصريات كبيرة فوق المئة مليون دولار، من عم بيتصلوا بالنظام إنه أنا بكون رئيس الحكومة الانتقالية. بدك تحكي علي أنا يعني إني ما بعرف هالشي، إنه ما فيني هذا المشنوق إلا بلبنان عبيت الحريري، ما في عندكم على هذا. طول بالك إذا بتريد. دكتور نصر الحريري، ما بتروح على جنيف إلا بوفد من ثلاثة معي، والأحرى تكونوا ثلاثة والبقى يقعدوا بالأوتيل، بيقضوا صالون كبير بالأوتيل بالرياض ويتنوع 50. عيب، هيدي إهانة. عيب على اثنين يحكوا مقررات مؤتمر رياض اثنين، عيب، هيدي إهانة. واحد شخص واحد، أنا برشح بس ما قدميني، رغم ما كانت على المستوى اللي أنا اللي بريدن بيرحل من طلي، كانت مرجلة، مع أنه أنا بدي وحدة تكون مأنسة وهتحكي بيتمها وعم تحكي الكلام، قول هي ملكة الحكي وفهيمي كثير، بس كأنها مرجلة. هذا العالم الغربي ما بده يشوفه هالمنظر. أنا ما عم بنقضى، عم بوضح لكم أشفي، ما بكن تسمعوني، أنتوا حرين، ما قال شيء، عم بيتحكوا عليكم بجنيف. هلا منو وقتها لجنيف، إذا عدوا تنظم حالنا. ما قلنا إلا دولة إسرائيل، وإلا لنترحم على بيت الأسد. بدنا نقول لهم دخيلكن وينكن، وعلى صديم حسين رجعوا حكموا دخيلكن. بدنا نبوس، بدنا نروح على قبره لحسن نصر الله وندق على قبره، دخيلك رجع حكمنا. انت قضيس قضيم هول اللي بدنا يجوا، وانتوا عارفين هالشي. تهريجات وتمثيلات باسم هالثورة عيب، عيب، عيب بكل معنى الكلمة من عيب. 50 شخص على جنيف، ممنوع حدا يحكي بالإعلام ويطلع يحكي شو فيه، شو بدكن تصدروا بيان، إلا شخص واحد. أنا برشح بس ما قدميني، بتحكي للإعلام بتقول وش بدها الرايحة، بتعمل الأسئلة والأجوبة. هالمسخرة هاي تهريجة. بتمنى عليكم تتفضلوا 10 إلى نيويورك، نقعد ندرس المبادرة كيف الانفتاح على إسرائيل، على دولة إسرائيل. ليكو هالدولة المتينة اللي موجودة مقابلنا، تفرجوا عليها ما بنتمثل فيها. كنتوا تشوفوا لبساته للرئيس بونغوريا، ما يلتهي بالشغلات، يلتهي كيف بده يبني وطن، كيف بده يأمن دولته وشعبه.
شفتوا الرئيسة جولدا مايير؟ جزدانه بسيط بتنام $3 $10. ما انا عم تبرم على الوجاهة، عم تبرم كيف بدها تبني شعبه وتبني دولته. الرئيس ليفي إشكول، الرئيس إسحاق رابين، الجنرال مشاديان، هالجنرال المهم بالاستراتيجيات العسكرية. عادة مين بيقدر يحكي مع ميشيل عام؟ شوفوا صورتهم بلبنان، وين رايحين؟ دكتور نصر الحريري، بتمنى عليك، بتمنى عليك، بتمنى على كل واحد بيسمع هالفيديو انه يتصل بالدكتور نصر الحريري ويقول له انه بدي ايميله، يضل وديله افكار. ما عندي الا افكار. شكرا والف شكر يا اصحاب اقلام الحره بلبنان، انا صوتكم لدى الغرب.